احنا دلوقتي يا جماعه في الساحل. احنا في فرع ماك اللي في الساحل اللي هو قدام امواج الناحيه التانية. تمام، واحد من الاستاف المحترم حاطط كاميرا في الموبايل، حاطط الموبايل بتاعه وفاتح الكاميرا بتاعته لايف، فاتحها. كل ما نخش نلاقي البيبي ينظف التويلت. حاطط الكاميرا فين بقى؟ حاطط الكاميرا بتاعته هنا، حاطط الموبايل بتاعه هنا. دخلنا التويلت لقيناه حاطط الكاميرا بتاعته هنا وبيصور اي بنت بتقعد. ده في ماك، تمام، ماك الساحل قدام امواج الناحيه الثانيه. الحمد لله عرفنا نمسك هو البي ده. هو ده شغال في الاستاف هنا بيصور، حاطط موبايله وبيصور. هو البي ده الشرطة دلوقتي جاية وهتمسكه، وإن شاء الله مش هنسيب حقنا عشان صور كام واحدة من بجحته حاطط الموبايل وبيصور كام واحدة دخلت التويلت. ده في ماك حاطط موبايله وموصله جوه في التويلت، بسنده على الباسكت بيصور اي واحده بتخش حاططها من تحت التويلت. يعني هو بيصور زاويه معينه، بيتفرج بزاويه معينه، مش بس بيتفرج على واحده بتخش التويلت وخلاص، لا ده تحت التويلت عشان يتفرج على اي واحده بتخش يشوفها من تحت. هو ده. بعد كده لما تخشوا مكان لازم يا جماعه تتاكدوا، لازم تتاكدوا من اي حاجه ما تكون محطوطه جنب الباسكت او حد بيصور، عشان الاماكن اللي بقى فيها قوي شغاله. خلاص يا نسرين، خلاص يا ماما، خلاص يا بنتي. هو هياخد 10 سنين سجن؟ خالد قال كده خلاص الموضوع انتهى. انت ممكن تقفلي اللايف؟ ده فرع ماك اللي قدام امواج الناحيه الثانيه في الساحل. بعد كده يا جماعه لما تروحوا اي مكان لازم تتاكدوا. احنا اتصلنا بالشرطه والشرطه خلاص هتيجي دلوقتي تاخده، ودوت ان شاء الله فيها اقل حاجه 10 سنين سجن عشان يبقى يصور كويس. الفيديوهات كلها موجوده عنده على الموبايل. انا هفضح. خلي بقى مامته واخته تشوف، تبقى تشوف بقى اكيد عنده عيله بقى تشوف يعمل ايه في الناس. فيديوهاته كلها، كل الفيديوهات اللي مصورها للبنات اللي دخلت التويلت كلها على موبايله. كل ما نخش التويلت تلاقيه واقف بينظف التويلت، كل ما نخش التويلت داخل بينظف التويلت. بيطمن على الموبايل وعلى وضعية الموبايل اللي هو حاططها كويس. هو ده. بننتقم منك.
بس فنانسي خدت بالها يعني شافت وخدت بالها. ده الموبايل بتاعه وده الفيديوهات اللي بيصورها هو على موبايله. ده موبايل الولد اللي شغال جوه. قالت عليكي عملت نفسها ان هي بتغسل ايديها ولغايه ما انت ايه جيتي شفت الموبايل. بصوا بيصور ازاي؟ شايفين بيصور منين؟ بس فانت لما دخلتي اهو شايفين انت مسكت الموبايل. الفيديو قفل ثانيه. الفيديو قفل. ده فيديو فيديو عادي جدا. عمال يصور البنات بتخش فيديو جوه. مش حاجه لايف. عشان كل شويه ما هو كل شويه داخل طالع بيطمن بيطمن على الموبايل محطوط كويس ولا لا عشان بيصور كويس ويتفرج. ان شاء الله تروح في 60 داهية. ان شاء الله هتروح في 60 داهية. ربنا ينتقم منك يا رب. وكل شويه يخش يطمن ان الموبايل بتاعه بيصور فيديو كويس وحطه في وضعيه حطوا لا احنا طلبنا الشرطه خلاص دلوقتي جايه. بيصور الناس كل بيصور اي واحده بتخش من تحت. يعني هو مش بيصور لا 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 مش رجليها. لا 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 مش رجليها. رجليها ايه هيصور رجليها ليه؟ هو حاطط زاويه معينه في الباسكت اللي جنب التويليت بالظبط علشان يجي طالما موجود في ماك اكيد في منه في كل الاماكن يعني طبيعي. الحمد لله ان ربنا فضحك. الحمد لله ان ربنا فضحك. الحمد لله ان انت ربنا فضحك. بيسجل فيديو بيخش يتفرج جوه عشان كده كل شويه داخل يمسح التواليت عشان يشوف اللي صوره دوت حلو مظبوط ولا يعد الكاميرا اكتر عشان يتفرج احلى. انت مش عايزه يتفضح ليه؟ يا ماما هو ملوش دعوه. ريحي بقى خلاص هو مدير فرع ما فيش دعوه.